لمت استثماراتها مش كده؟ بالتأكيد انت كان ببساطه قادر ان انت توفر في عمليات استخدام الطاقه. انت النهارده عند حضرتك ما شاء الله، الله اكبر، حجم كبير من استهلاك الكهرباء، والكهرباء غليت. طب ما تحول كل بقى المحطات اللي عند حضرتك دي لطاقه شمسيه ولا لمبات ليد عشان توفر الكهرباء، اهو يعني ده يبقى نموذج ممتاز. ابدا غير شويه في النوع الماكينات الجر اللي بتشتغل بيها القطارات الموجوده عندك عشان تقلل استهلاكها من عمليات الكهرباء وتتنقل للجيل الثاني والثالث شايفينه بره. النهارده انت حضرتك ببساطه شديد نص الدول العربيه والافريقيه اللي حواليك بتعمل النهارده مترو انفاق. الهيئه بشكلها الحالي هل تقدر انها تروح تعمل مشروعات زي دي بره بكل، شو بقى الخبرات اللي عندها؟